الجيش صلبا لا ألينا، أقسمنا ما نركع إلا لبارينا، في خضم اليأس نحرس أرضها ليبقى الإباء أسمى أمانينا. لمرضات الله نبغيه عملا، ومن غدر الأعادي رضاكم يداوينا. من جبال مصر أخذنا مسكنا، وفي صحرائها قبورا تنادينا. صمتنا العزم وفي خطانا النار، والجحيم لينظر من يعادينا. ومن آيات الله أخذنا منهجا، وسنة محمدا قائدنا وهادينا. ما نال العدو أبدا من عزائمنا، ويبقى من الماضي لنا ما يواسينا. صدقنا ما عهدنا عليه الله، وننظر رفقة قادتنا الأولين. قتلانا عند ربهم يرزقون، وبالجهاد على العهد محافظين. فلا لوم إن أسأت الظن بي، فوالله لا ألومن الجاهلين. نحن أمن مصر نحميها سويا، ونصد كيد الحاقدين. مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. النهارده الجزء الاول من حلقتنا هنتكلم فيه عن ذكرى موقعه البرث اللي ارسل فيها ابطالنا من رجال الصاعقه ووحوش كمين مربع البرث بشمال سيناء زي النهارده عام 2017. ارسلوا يومها رساله واضحه لكل المتآمرين على ارض مصر وعلى ارض الفيروز في سيناء من التنظيمات الارهابيه، وعلى راسهم جماعه الاخوان الارهابيه وحلفائهم من الاتراك ومموليهم من نظام الحمدين القطري، أن جيش مصر درعها الحامي وسيفها المسلط على رقاب أي عدو أو باغي يريد أن يجعل من سيناء بؤرة لتجميع الإرهابيين وتوظيفهم كشوكة في ظهر الوطن. ولن يستطيع هؤلاء الحاقدون على نجاحات الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو والحاقدون على قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يستطيعوا أن يجدوا لهم مكمن آمن على أرض مصر في أي بقعة من أرض مصر. وبالتالي لما بيدبروا ويخططوا لرفع راياتهم السوداء على أي مكان في بر مصر فهم واهمون، وسيسقطون كما سقطوا في معركة البرث على أيدي قائد الشهداء المقاتل العقيد أحمد منسي ورفاقه الشجعان، فهم جميعا أبطال من فولاذ ضحوا بدمائهم وأرواحهم لتبقى راية مصر عالية خفاقة. تخيلوا هؤلاء الأبطال الـ26 بيفاجئوا فجر يوم 7 يوليو 2017 ومنهم من أنهى خدمته، ومنهم من يستعد لتولي مهمته، ومنهم من بدأ في الصلاة، لقوا نفسهم أو فوجئوا بدخول معركة حربية وعملية عسكرية بكل ما تحمله الكلمة من معاني لتخطيط وتمويل وتنفيذ أيضا. في البداية عربة مفخخة على أعلى مستوى تحاول نسف الكمين فيتصدون لها بعد تحذيرها عدة مرات، فيهاجم أكثر من 100 إرهابي من القتلة المدربين والمرتزقة المؤهلين، بيهاجموا الكمين من كل الاتجاهات في تطويق كامل مستخدمين 12 عربة كروز محملة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، ومن البنادق الآلية إلى المدافع. وتستمر المواجهات بين أبطالنا البواسل وبين هؤلاء الإرهابيين حتى الساعات الأولى من الصباح، ولم يستطع إرهابي واحد من الصعود على سطح الكمين لرفع علم الإرهابيين ولتسويق اللقطة عالميا، ولم يتمكنوا من أسر أي بطل من الأبطال سواء كان حيا أو حتى ميتا، بل قتل من هؤلاء الإرهابيين أكثر من 40 عنصر. تم تصفية الباقين خلال أيام وجيزة ليلحقوا بمن سبقهم في خزي وعار. ذكرى موقعة البرث واستشهاد منسي ورفاقه أكيد هتفضل شهادة دامغة على أن جيشنا قادر برجاله وبأبطاله على تأمين وحماية مصر ضد أي خطر أو ضد أي عدو داخلي كان أو خارجي. مش هطول على حضراتكم، الجزء الأول من حلقتنا النهاردة هنركز فيه ونستعيد مع حضراتكم هذه الذكرى وهذه البطولة لشهداء وأبطال مصريين، أبطال من ذهب إن شاء الله عند ربهم يرزقون. النهاردة إحنا عندنا مواجهتين، المواجهة الأولى بعد ما نتابع مع حضراتكم الأخبار هتكون عن برنامج فرصة لتوفير فرص عمل وقروض مشروعات للأسر الأكثر احتياجاً،
وده هنتكلم فيه في أول مواجهة. أما المواجهة الثانية فهنتكلم فيها عن اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي واللي بتثبت كل يوم أقدمها كمركز عالمي للطاقة. لكن الأول خليني أروح مع حضراتكم لأهم الأخبار. هنبدأ أخبارنا بنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة الرئيس تقدم الجنازة العسكرية للفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية لوزير الدولة للإنتاج الحربي الفريق فخري محمد سعيد العصار الذي وافته المنية أمس، والتي أقيمت بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة. كان الفقيد الراحل قد تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وتدرج في المناصب العسكرية حتى شغل منصب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ثم مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح ثم مستشار وزير الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى أن أدى اليمين الدستورية كوزير دولة للإنتاج الحربي في عام 2015. وكان آخر التكريمات التي حصل عليها الفقيد الراحل هي إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل. وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد رموز العسكرية المصرية. نروح للذكرى الثالثة لشهداء أبطال معركة البرث واللي استشهد فيها البطل العقيد أحمد منسي وعدد من رفاقه الشجعان. هذه المعركة اللي استطاع فيها أبطال القوات المسلحة تسطير ملحمة خالدة بأرواحهم ودمائهم من أجل إفساد وإحباط مخطط الإرهابيين والتكفيريين من السيطرة على الكمين. واستطاع أبطالنا من رجال القوات المسلحة أن يقوموا بتصفية عدد كبير من الإرهابيين وعدم تمكينهم من تنفيذ مؤامراتهم الملعونة. رحم الله شهداءنا الأبطال. وتخليدا لذكرى الشهداء قرر خالد العطار وهو شاب من محافظة دمنهور أن يخلد موقعة البرث بصنع مجسم صغير لكمين البرث. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير. أنا خالد العطار من مدينة دمنهور، شاب 27 سنة. من صغري ما أحب أعمل الماكتات، بالأخص ماكتات للجيش، المدرعات والدبابات. نحن طبعا كلنا متربيين على حبنا للجيش. الفترة الأخيرة طبعا أنا كنت متابع مسلسل الاختيار وتأثرت بيه جدا جدا جدا، ومن قبله فيلم الممر وفيلم الخلية. وياريت يكون في أعمال زي كده الفترة الجاية تخدم قضيتنا وعقيدتنا وتبين تضحيات جنودنا في كل مكان. بالنسبه لمسلسل الاختيار بالذات انا تاثرت بيه جدا جدا، وحبيت اعبر عن حبي للشهداء عن طريق فني. والحمد لله جات لي فكره ان انا اعمل مكت للبرص، وبدات فيه فعلا على طول بعد الحلقه 28 بعد ملحمه البرص. بدأت أنفذ الماكيت. الماكيت عبارة عن ورق مصنوع من ورق مقوى، مش حتى خشب، لا ورق متعصق صوب كده، متلون بطريقة جيدة، فيه تفاصيل صغيرة جدا 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 زي الفيديوهات اللي قبل كده.
و يعني مش مكلف ولا اي حاجه، خد مني حوالي من 12 ل 15 ساعه على مدار يومين، والحمد لله لما جيت عملته وفي ناس كتير جدا عجبت بيه الحمد لله، وربنا كرم عملت ماكتين. الماكتين دول هعملهم ان شاء الله اهداء، هيبقى واحد لحمزه ابن احمد منسي، والتاني ان شاء الله انا هبدا اقدمه لعمر ابن الشدراوي. وطبعا احسن تحيه لشهدائنا وجنودنا ورجاله مصر البواسل، وتحيه خاصه لجيش مصر، واحنا كلنا في ظهر جيش مصر ومع جيش مصر. معانا على التليفون اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. ست اللواء مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ ريم، الحمد لله على السلامه، وطبعا يعني عوده سعيده وحبيبه ان شاء الله. شكرا لحضرتك، الله يسلمك يا فندم. النهارده الذكرى الثالثه لمعركه كمين البرث واستشهاد العقيد احمد منسي وعدد من طبعا الابطال اثناء الدفاع عن الكمين. كلمنا من الناحيه العسكريه عن اهميه هذا الكمين للدرجه اللي جعلت العناصر الارهابيه تدفع بكل هذا العدد الكبير للهجوم عليه، وان هم يخسروا يعني حوالي 40 من الارهابيين في تلك المعركه. الاول بقدم خالص تحيه لارواح الشهداء اللي قابلوا بلاء حسنا في سبيل عدم تمكين كل العناصر الارهابيه من ان هم يحاولوا يفعلوا دورهم او يفعلوا هدفهم ويحققوه بان هم قوموهم حتى النهايه، وضحوا بارواحهم بكل تجرد وكل شمم واباء لكي تحيا مصر كما تعودنا من ابناء القوات المسلحه. يمكن منطقه البرص تحديدا منطقه في الاتجاه الجنوبي من رفح والشيخ زويد، ودي يمكن حلقه الربط اللي بتربط بين المدينتين دول تحديدا ووسط سيناء. فاهميه مدينه ذات اهميه تكتيكيه ومفصل طريق مهم جدا يعني لحركه المواطنين ولحركه حجم التجاره اللي ممكن تتنقل من وين. فبالتالي المنطقه دي منطقه حاكمه ومسيطره على كل تقريبا شبه جزيره سيناء في الشمال، في منطقه الشمال يعني. وده المربع اللي بيحاول مربع العمليات بالنسبه للعناصر الارهابيه، وبنفس الوقت منطقه يعني تنفيذ المهام بالنسبه لنا كقوات مسلحه وكشرطه في تعاون مسمر وبيننا. فبالتالي اهميه في هذه المنطقه تكمن في موقعها الجغرافي او في مكانتها الجغرافيه من جهه، ومن جهه ثانيه ايضا في سيطرتها على الخارج والمنافذ اللي ممكن تؤدي الى الطريق الحدودي او الى عمق سيناء، وبالتالي الوصول لجبل الحلال. ده بالنسبه للعناصر الارهابيه اللي كانوا حاولوا يعني في هذا التوقيت ان هم يعني يثبتوا ان هم قادرين على السيطره مره اخرى على جبل الحلال بعد ان قامت قواتنا المسلحه بتطهيره والقضاء على كل العناصر الموجوده فيه واستعاده السيطره عليه مره اخرى. فبالتالي دي المنطقه الحيويه، وده يعني اهميه المكان ده بالذات تحديدا. طيب رغم كثره العناصر الارهابيه ست اللواء اللي هجمت الكمين، الا ان ابطالنا لم يتخلوا ابدا عن مواقعهم ودفعوا بكل قوه وبساله عن اي محاوله للسيطره على الكمين من قبل التكفيريين. كلمنا اكثر عن هذه البطوله اللي قام بها ابطالنا. العقيدة اللي موجودة لدى المقاتل المصري مش متوفرة عند الإرهابي، الإرهابي ده مرتزقة يعني بيحاول يعمل أعمال إرهابية في سبيل الناحية المادية فقط لا غير، لكن العقيدة اللي هي بيقدم روحه بكل تجارب وإخلاص دي موجودة داخل المقاتل المصري، عشان كده كانت ملحمة بطولية رائعة، عدد قليل من المقاتلين المصريين في يجابه حوالي 100 واحد يعني 23 واحد قدام 100 واحد من العناصر التكفيرية والعناصر الإرهابية، ده جزء. الجزء الثاني اختيار نوعية المقاتل اللي موجود في هذا المكان للقوات المسلحة تعمل حثيثا على انها تختار النخبة المتميزة من ابناء القوات المسلحة اللي هو كلهم بالمناسبة متميزين، ولكن اكثر تفوقا واكثر تميزا هم اللي موجودين في هذه الاماكن. ليه؟ البيئة المحيطة في هذا المكان تتميز بوعورة تعامل بطبيعة خاصة، عناصر التكفيرية كمان بالمسلحين مدربين، ويمكن ملحمة البرص تحديدا بتؤكد ضلوع اجهزة مخابرات ودول بعينها بدعم وتمويل وتخطيط وتدريب العناصر المنفذة لهذه العملية، فده يؤكد ان في ضلوع لتشكيل دولي وداعم للعناصر الارهابية دي عشان يحاول يعني يوجع المصريين ويحاول يحقق اهدافه بالتمكن من هذه المنطقة. نرجع بالذاكرة كده ل1/7/2015 في كمين الرفاعي ومحاولة اقتحامه وبقرابة 400 تكفيري
ولكن ايضا الاعداد اللي تواجدت في هذا الكمين في هذا الموقع او هذه النقطه الارتكاز الثابته المتمثله في الرفاعي ومنطقه الرفاعي اللي قدروا ان هم يجابوهم ويوجعوهم ويحققوا فيهم خسائر كبيره جدا وتمسكوا بالارض. عارفه حضرتك 1/7/2015 لو تمكن العناصر التكتيكيه الارهابيه من رفع علم على مدينه شيخ زويد وكتبوا عليه ولايه سينا كانت المواضيع تغيرت تماما في المنطقه. عشان كده كانت البساله والتضحيه والتجرد والفداء والعمل البطولي اللي قام بيه ابنائنا من ابناء القوات المسلحه المصريه في الكتيبه 103 صاعقه، اعتقد ان هم يعني عمل يؤكد على ان ابناء القوات المسلحه لديهم عقيده راسخه الارض العرض الدين ثوابت، محدش يقدر يطرق او يحاول يقرب منهم، ده اي مواطن مصري كده، ولكن يتجلى وتزيد القيمه المضافه لدى المقاتل المصري في هذه النقطه، لانه مسؤول مسؤوليه مباشره عن الحفاظ على الامن القومي، مسؤول مسؤوليه مباشره عن ارواح المواطنين المصريين وسلمهم وامنهم واستقرارهم، فبالتالي يبذل روحه من خلال عقيده وليس من خلال نواحي ماديه او مكاسب. هنا التجرد كان السمه السائده لابطالنا في هذه المنطقه. واحنا بنتكلم عن التجرد وعن عقيده القوات المسلحه يا سياده اللواء، يعني كلمني اكتر عن مدى نجاح القوات المسلحه والشرطه ايضا في دحر الارهاب في سيناء، وكلمني عن جهد الحقيقه بيقوموا بيه. من الممكن ان ما يبقاش ناس كتير يعني مدركه مدى يعني ثقل هذه المهمه وهذا العبء. النجاح واللي يظهر مدى ما قدمته ابناء القوات المسلحه والشرطه في التعامل مع هذه الافه، الارقام هي خير دليل على ذلك. يعني 14/15 يعني عام 2014 و2015 كان عدد العمليات الارهابيه اللي نفذها العناصر الارهابيه فينا كانت 555 عمليه. 2019 عشان اوديك حجم التناقص اللي يثبت مدى التعامل مع هذه العناصر، كان 9 عمليات منهم 5 بعوات مفخخه بدايه الصنع. يعني ده دلاله على ايه؟ على اضمحلال، ضرب البنيه التحتيه، تكييف المنابع، التعامل مع العناصر الارهابيه الكبيره، يعني ضرب اللي هم الصفوف الاولى من العناصر الارهابيه، ومنع استقطاب الشباب للانغماس او الانضمام الى العناصر الارهابيه الثانيه، فدليل على نجاح منقطع النظير للدوله المصريه واتخاذها بتجردها وعقيدتها القويه انها فعلا تتعامل مع هذه الافه اللي هددت العالم كله، واللي اثبتنا فعلا ان احنا بندافع عن الارهاب وفق استراتيجيه وضعناها في البدايه واستعرضناها زي ما قلت لحضرتك يمكن في مداخله سابقه، ان احنا فعلا استعرضنا هذا الكلام في مؤتمر الرياض اثناء يعني تدشين احد المراكز التطرف ومكافحه الارهاب في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستراتيجيه من ثلاث محاور: المحور الامني والتنموي وال تمام. انا بشكر حضرتك جدا سياده اللواء عادل العمده، المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، شكرا لحضرتك يا فندم. هنروح دلوقتي الفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل باقي اخبارنا وفقرتنا السنون. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مع بطولات شهداء معركة البرث. خلونا نتابع مع حضراتكم هذا الانفوجراف اللي بيوضح يعني معلومات اكتر عن شهداء ابطال المعركة، ونرجع نكمل.
نروح للدراما ومسلسل الاختيار اللي خلد هذه المعركة وبطولات الشهيد العقيد أحمد منسي ورفاقه في هذه المعركة. معنا على التليفون الكاتب والمؤلف باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار. أستاذ باهر مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا بك يا مدام. أهلا وسهلا، ولازم أبارك لك يعني على النجاح الساحق اللي حققه مسلسل الاختيار والأثر الطيب اللي سابه الحقيقة في كل اللي شافه وكل اللي تابعه. الله يخليك. شكرا لحضرتك، حقيقي يعني قدمت لنا عمل يعني حقيقي كنا محتاجينه ومحتاجين ان احنا نشوف ونفهم بطولات هؤلاء الابطال. انا عايزاك في الاول تكلمنا عن كواليس كتابتك للعمل ده اللي زي ما كنت بقول لسه بيجسد بطولات رجال وابطال مهمين جدا في القوات المسلحه، وايه الصعوبات اللي كانت بتواجهك وانت بتكتبه؟ بصي حضرتك، هو تجربه التاريخ الدرامي دي تجربه عموما بيها فيها شويه تحديات كتيره، يعني اكبرها انك انت مش معتمد على الخيال بشكل كافي. احنا مهنتنا في التاليف مهنه معتمده على الخيال، صحيح، انك انت وغير مقيده، كل ما تكون القيد عندك كل ما كده يصعب مهمتك اكتر. يعني انت في العادي انت بتختار الزمان والمكان والشخص اللي انت عايزهم وتحكي من خلالهم حدود، انت هنا مقيد بزمان ومكان واشخاص. ده التحدي الاول. التحدي الثاني اللي هو الريسيرش او البحث، انه طيب ما انا قعدت حوالي 4 شهور او 5 شهور بلم معلومات بس، ما بكتبش ولا كلمه، يعني بقابل ناس واقرا دوكيومنتس واجيب كتب واروح اماكن ويعني واسال وكده لحد ما بقت عندي الماتيريال موجود. لاحقا لده ابتديت قعدت شهر تقريبا اكتب المعالجه، انه انت هتحكي المسلسل ده ازاي؟ ازاي دلوقتي عندنا هذا الكم من المعلومات الموثق المؤكد، وبعدين هنحكيه ازاي؟ هنختار انهي مرحله تاريخيه؟ هنحكي فيها طريقه السرد ازاي؟ هنقفل فين؟ وهكذا من خلال الاحداث الحقيقيه اللي حصلت. المرحله الثالثه كانت ربط تاريخ الشخوص بتاريخ مصر في المرحله دي. يعني انا كان بالنسبه لي رحمه الله عليه احمد منسي كان ممكن تاخد اي جزء من حياته وتحكيه. انا ارتقيت انه بدايه من سنه حكم الاخوان ونهايه بإعدام هشام عشماوي بعد حادثة البرسة دي المرحلة اللي أنا عايز أحكي فيها، بحيث إنه يكون ما يحدث عند الشخوص له انعكاس على تاريخ مصر نفسه في المرحلة دي، في رابط دايما ما بين ما يحدث في مصر في العموم وما يحدث للأشخاص دول على وجه. وتبنيت نظرية اللي هو التوثيق الدرامي المرئي، إن أنا أجيب من الشرايط الفيديوهات اللي موجودة اللي كانت على المحطات في الوقت ده أو متسجلة على اليوتيوب أو إلى أحداث حقيقية وتدمجها مع الاحداث المسروده جوه المسلسل. ودي كانت حاجه الحقيقه جذابه جدا في المسلسل، يعني فكره المزج ما بين الدراما صحيح او التجسيد، وانك تدخل لي مشاهد كمان حقيقيه ومشاهد منها الحقيقه احنا نفسنا كمشاهدين كنا شايفينها. انتوا حسستونا ان احنا جزء من هذا العمل، واحنا جزء منه طبعا بالتاكيد لانه تاريخ حديث محدش فينا لحق ان هو ينساه. هقول لحضرتك، لكن انتوا عايشتونا انه دي قصتي انا كمشاهد كنت حاسه انه دي مش بس قصه الابطال دول، لا دي قصتي انا كمصريه عشت الاحداث دي. بالظبط، هو التعبير ده بالذات انا كنت بقوله للزملاء، يعني اول ما طرحت عليكم الفكره قلت لهم انا عايز في اول حلقتين ثلاثه المتفرج يحس انه عايش جوه المسلسل مش وده فعلا. حصل فعلا. يعني ده كان مقصود نوعا ما، عشان كده تلاقي تكثيف الاحداث الحقيقيه بفيديوهاتها موجود في اول 5 حلقات اكتر كمان من ده حقيقي، لانه ده الرابط اللي هيحصل بينك وبين بعد كده، خلاص انت هتبقي جوه المسلسل مش هتتفرج عليه من بره. لكن ده كان له شقين، الشق الاولاني انك تتوحد جدا مع الحكي، وانه كنت دايما اقول لهم في الاعداد الاعداد اقول لهم يا جماعه كل متفرج هيشوف المسلسل ده من ناحيته. يعني انا لما هاجي اقول لك مثلا احداث الاتحاديه اللي شارك فيها هيبقى حاسس اللي كان موجود طبعاً. جوه غير اللي كان في بيتهم طبعا، كان له واحد قريبه غير، يعني بس فانت هتتفرج من زاويه حدوث الحدث بالنسبه لك، لانه كان جزء من التحديات في المسلسل ده ان احنا بنتكلم في حاجه حصلت من سنتين ثلاثه، صح؟ يعني مش بنتكلم من 50 سنه، مش تاريخ، ده كل اللي حضروا الاحداث دي يكاد يكون معظمهم عايشين وموجودين على قيد الحياه، موجودين يعني وفاكرين كويس وما لحقناش ننسى. فاكرين كويس، واللي نسي ده كان جزء تاني من فلسفه المسلسل، اللي نسي نفكره. يعني انا شخصيا كمؤلف وانا بسترجع وانا بلم الداتا دي قبل ما ابتدي اكتب افتكرت اللي يخصني انا، افتكرت مشكله البنزين وافتكرت الكهرباء وافتكرت احداث المقطم يعني فقلت ايه المتفرج هيخوض التجربه دي زي ما انا خضتها كده، هو وهو بيتفرج هيستدعي
ذكريات تخصه قد تكون مش موجوده جوه المسلسل بس تخصه هو شخصيا، فنفكر بعض الحاجات لانه سمه البني ادم انه بينسى. احنا النهارده عايشين في نعمه قد ما نحسش بقيمتها لو نسينا احنا كنا فين. فبس لما تفتكر بتقول يا نهار ابيض ربنا ما يعيدها ايام، يا ده حصل كذا، برغم انها يعني ذاكره قريبه مش بعيده. اهميه يا استاذ باهر انه يبقى عندنا اعمال دراميه بهذا الشكل تخلد بطولات رجال القوات المسلحه والشرطه، خصوصا انه حتى قبل الاختيار حتك برضو كتبت كلبش، وده كان ايضا من الاعمال المهمه. الحمد لله. بص حضرتك، هو في شقين برضو للحكايه. عموما الدول بتقوم على أعمدة، منها الجهاز الأمني، منها الجيش الوطني، منها مؤسسة القضاء، منها يعني مجموعة مؤسسات بتبقى شايلة أي دولة في أي مكان، مش موضوع ما يخصش مصر لوحده. وحتى لو كان في بعض المآخر أو بعض الحاجات اللي نتمنى إنها تبقى أفضل أو إلى آخره في العمدان دي، لكن تظل العمدان دي هامة للغاية، والحدث فيها شيء ثمنه فادح محدش يستحمله، وشفناه للأسف في دول حوالينا كتير. فالدفاع عن الأعمدة دي وإصلاحها حتى من الداخل لو شايفين عليها مآخذ، دي مهمة بشوفها يعني شيء هام للغاية. إضافة إلى أنه حجم التضحيات الغير معروفة للناس في كل القطاعات دي كتيرة جدا، ضخمة جدا. يعني أنا بقول أنه احنا النهارده ركزنا على مجموعه البرص، حاولنا خلال المسلسل ان احنا نستعرض اكبر قدر من الشهداء حتى ولو بمرور عابر واحنا ماشيين، لكن هناك كمان اللي ما تذكروش كتير جدا، سواء من رجال الشرطه او من رجال القوات المسلحه او من رجال الاجهزه الامنيه او في كل المجالات يعني. فده مهم. البعد الثاني انه اي مجتمع محتاج رول موديل، محتاج قدوه، مثل اعلى، شخص الناس تحب تبقى زيه تتأثر بيه وإحقاقا للحق. رحمة الله عليه أحمد منسي رول موديل ايديال، يعني مثالي، يعني مش ممكن يعني صحيح احلى من كده، نموذج مثالي يعني. بالنسبة يعني ما تعرفيش تجيب، يعني انا لو هقعد ألف قدوة او مثل اعلى مش هعمله احلى من كده. صح. الراجل في الدنيا في الحقيقه، لان لما الناس كانت تكلمني القريبين مني يعني قالوا يا جماعه ده انا ما طلعتش نصه، ده احمد منسي عنده احلى من كده كمان. على فكره يعني مش بس اهله، حتى اصدقائه اللي طلعوا اتكلموا وقت المسلسل قالوا ان هو افضل بكتير كمان من اللي احنا شفناه في المسلسل. لا هو انت ما تصدقيش انه بني ادم، يعني هو حلو لدرجه انك ما تصدقيش انه كان بني ادم عايش معانا، واضطرينا احنا حتى في المسلسل نقلل شويه من الحكايه دي عشان المصداقية، عشان ما نتهمش بالمبالغة وكده، لكن هو الراجل حقيقته أعلى، لكن الحقيقة هو كده وأكتر. الله يرحمه كان شيء استثنائي جدا، يعني كان بني آدم شديد الاستثنائي. فاختياره أنه يكون مثل أعلى، يعني أنا أكتر شيء بيسعدني من أوقات وقت عرض المسلسل ده لحد دلوقتي أن بشوف أطفال صغيرة من سن 3-4 سنين لحد شباب عندهم 25 سنة تحول أحمد منسي بالنسبة له لأن هو ده مثل أعلى، هو عايز يبقى زي ده. ده بالنسبه لي 70-80% من رساله المسلسل، يعني انا بالنسبه لي هدف المسلسل اتحقق. دي حاجه مهمه حضرتك بتقولها بقى جدا، يعني خلينا نقف عندها يا استاذ باهر. حضرتك بتتكلم عن فكره انه المسلسل، يعني اللي حقق طبعا نجاح كبير وصدى جوه مصر وخارج مصر ايضا، انه المسلسل ده قدر ان هو يعمق الولاء ويعمق الانتماء لدى كتير من الشباب، ومش بس الشباب لا كمان الاطفال. طبعا يعني لاي مدى ده مهم، فكره انه اولادنا وشبابنا يبقوا شايفين البطولات دي وفاهمين يعني ايه رجوله ويعني ايه بطوله ويعني ايه تحب بلدك وتفديها بدمك بالمعنى الحرفي للكلمه. انا اسمحي لي، ده كانت اولويتي في المسلسل، يعني لو بتقولي لي انت مثلا امبارح كان عندك كام هدف في المسلسل، بقول لك كان عندي 6 اهداف، ده نمره 1، انه انا لو وصلت للشريحه دي من الشباب في مصر واتزرعت جواهم الفكره دي وبقى عنده شخص لحم ودم وهو شايفه ونفسه يبقى زيه وبيستقي هذه الافكار وهذه الاحاسيس وهذه العلاقه بالوطن من خلاله، انا بالنسبه لي تمام جدا. مثلا لو ما حققش دي بس انا مرضي، يعني انا تمام. فلما شفت ده على ارض الواقع كمان فوق خيالي، يعني فوق ما كنت احلم. انا بكلم حضرتك في اطفال سن 3 سنين وعارف احمد منسي بالاسم وعايز يروح يحارب زي احمد منسي بالاسم وعارف يعني ايه تكفيريين وعارف يعني ايه دول خطر وعارف يعني ايه لازم نحاربهم وعارف ان
تطلعي للسن الاكبر شويه فيبتدي يكلمك في ان دول في ناس بتحركهم علشان ده عايزه تاذي مصر وعشان كده لازم نوقف لهم. انا بكلمك على اطفال عشان كنت توصلي له هذه الدرجه من الوعي، لكن الموضوع محتاج سنين ومجهود شاق جدا، فانه يحصل في شهر يعني ده كرم كبير جدا من عند ربنا ما كنتش احلم بيه بصراحه. طب وده كان بالنسبه لي اولويه، انا بتكلم حتى كاب، ما انا اولادي في السن ده يعني انا اكبر ولادي عنده 12 سنه، انا النهارده شايف انه خلاص المسلسل وفر عليا كلام كتير، الرساله وصلت عايز اقوله لاولادي. طب اثناء كتابتك للمشاهد يا استاذ باهر، المشاهد الخاصه بمعركه البرث، ايه المصادر اللي رجعت ليها قبل الكتابه علشان تجسد المعركه وكان هي بتحصل على ارض الواقع؟ لانه الحقيقه انه الحلقه دي بالذات يعني احنا كنا حاسين انه ان احنا في المعركه الحقيقيه، ما كناش حاسين ان ده مسلسل او عمل. لا انا اقول لحضرتك الحلقه دي اخذت مجهود مثلا ربع مجهود المسلسل كله، يعني 20-25% من المجهود اللي بذل في المسلسل بذل في الحلقه دي، لانه دي بالنسبه لي الحدث الاكثر اهميه داخل المسلسل كله. واحب هنا بس يعني اعترف بشيء واضح، المسلسل ده كان لا يمكن يطلع بالشكل ده لولا دعم القوات المسلحه الغير مسبوق. يعني القوات المسلحه بالامانه دعمت كل عناصر هذا العمل بدءا بشخص المتواضع يعني مرورا بكل الناس، الانتاج، الاخراج، الممثلين، يعني بكل ما تتخيلين معلومات، بتسال اي سؤال بيجي لك اجابته من مصدر واثنين وثلاثه، بتطلب تقعد مع اي حد. انا قعدت مع العساكر اللي كانوا موجودين في البرس اللي لسه احياء منهم سواء اللي اصيبوا او اللي ما اصيبوش، قعدت مع ضباط من اللي كانوا موجودين، قعدت مع الناس اللي طلعت في الدعم، واللي موجود في الخدمه بيجي قبلك، واللي بره الخدمه بيجي قبلك، اللي طلع بيجي قبلك، الفرافره نفس الموضوع، كل معلومة احتجتها بتجيلك موثقة وبيجيلك شخص 2-3-10 زي ما انت عايز في الوقت اللي بيناسبك. فيديوهات زائد انه على المستوى التقني يعني على الارض، طيب هتقولنا يا جماعة صور المكان قبل وبعد، جابوا لنا صور المكان قبل وبعد، طب كانت رصة الحاجات ازاي علشان مهندس الديكور يشتغل في كل العناصر، قوات مسلحة وشؤون معنوية، الدعم اللي قدمته يعني ما كناش نقدر نوصل ل 50% من مستوى المسلسل ده بدون هذا الدعم صراحه. ان شاء الله. طيب يعني انا كنت عايز اسال حضرتك قبل بس ما نختم معاك عن اعمالك اللي جايه، بتحضر لايه يا استاذ باهر؟ انا عندي مسلسل مؤجل من السنه اللي فاتت يعني هنستأنف تصويره قريبا ان شاء الله، كنا صورنا منه جزء بسبب الظروف بتاعت كورونا وكان عندنا سفر فيه اللي هو القاهره كابول، مسلسل الحاج، لا مسلسل هجمه مرتده، مسلسل من ملفات المخابرات العامه بطوله نجم احمد عز والنجمه هند صبري والاستاذ هشام سليم والاستاذ نضال شافعي والاستاذ صلاح عبد الله وماجده زكي ومجموعه كبيره من برضه نفس الخط يعني نفس الخط اللي بيجسد للبطولات الوطنيه يا استاذ باهر. واللي نقدر نقول عنه انه معاصر برضه يعني انا معني اكتر بتاريخ المرحله القريبه العشر سنين اللي فاتوا دول، مهمين جدا في تاريخ الـ او يعني لو قلنا ال 20 سنه مثلا بكثير، ال 20 سنه اللي فاتوا دول من بدايه الالفينات مرحله مفصليه في تاريخ المنطقه العربيه كلها وذاخره بالاحداث والتضحيات والبطولات والاسرار الكبيره اللي بتتكشف كل شويه. فانا شويه معني بالحقبه الزمنيه دي نحاول يعني نحكيها للناس ونقول فيها اللي مش معروف قدر الامكان. ده المفترض انه يكون جاهز امتى للعرض؟ رمضان القادم ان شاء الله، رمضان 2021. هايل هايل، في الانتظار يا استاذ باهر يعني، وان شاء الله يكون عمل ناجح زيه زي باقي اعمال حضرتك. شرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك الكاتب والمؤلف الاستاذ باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار هذا العام. خلينا نتابع مع حضراتكم بقى هذا الانفوجراف عن البطل الشهيد احمد منسي، نشوف مع حضراتكم.
رحم الله كل شهداء الوطن وشهداء معركة البرث اللي الحقيقة بتحل اليوم ذكراها، وهي ملحمة بطولية عبر فيها أبناء القوات المسلحة في تلك الملحمة عن مدى الإخلاص اللي هم بيقدموه لهذا الوطن لدرجة التضحية بأرواحهم، وإخلاصهم الحقيقة منع هؤلاء الإرهابيين من الوصول لهدفهم ومن رفع علم هذه الجماعات الإرهابية. رحم الله كل شهداء الوطن. خلينا نروح للبيان اليومي والرسمي لوزارة الصحة بشأن مستجدات فيروس كورونا. النهاردة الوزارة أعلنت عن خروج 480 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم. الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أوضح أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 67 حالة جديدة اليوم. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 77279 حالة، من ضمنهم 21718 حالة اللي تم شفائها و 3489 حالة وفاة. نروح لانتخابات مجلس الشيوخ واللي تم الإعلان عن إجراءها في أغسطس المقبل. النهاردة الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بدء استلام خطابات الاعتماد للمفوضين من قبل المؤسسات الصحفية والإعلامية اللي سبق لها أن تقدمت بطلبات التجديد والقيد طبقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 51 لسنة 2020. مناسبة كلامنا عن مجلس الشيوخ، أنا عايزة أقول لحضراتكم أنه مش مصر بس اللي بتجري انتخابات في ظل جائحة كورونا، ولكن هناك أيضا دول أخرى تحدت كورونا وأجرت استحقاقاتها الانتخابية. خلينا نشوف هذا الفيديو جراف عن هذه الدول ونرجع نكمل. هنروح كمان للإنفوجراف اللي نشره مركز معلومات مجلس الوزراء النهاردة واللي بيوضح فيه احتلال مصر للمركز 38 عالميا في أول إصدار للمؤشر العالمي للقوى الناعمة. نتابع مع حضراتكم. We'll be right back.
نروح لنشاط رئيس مجلس الوزراء. النهارده دكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع مع الدكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار لمتابعه عدد من ملفات عمل الوزاره، وخلال الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعه التنسيق بين وزيري السياحه والاثار والاسكان ومحافظ القاهره بشان البدء في تطوير عدد من ميادين القاهره الخديويه على غرار ما حدث من تطوير في ميدان التحرير. كمان النهارده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لبحث توفير التمويل اللازم لبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مشروع الإسكان الاجتماعي كأحد آليات الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية. دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الأولى عن برنامج فرصة ودوره في توفير فرص عمل لمستفيدي تكافل وكرامة. استنوا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. في المواجهة دي هنتكلم عن حصاد برنامج فرصة في توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجا، خصوصا بعد توقيع وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العربية للتصنيع بروتوكول تعاون لدعم البرنامج كأحد أهم برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر زوم الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ريهام. اهلا بيك. انا استاذنك الاول نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا الانفوجراف ونرجع نبدا حوارنا. دكتور عاطف الشبراوي مرة تانية أهلا بحضرتك، وعايزينك في البداية اتكلمنا عن هذا الدعم الرئاسي المتواصل لبرنامج أو لبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، دلالته إيه ونقدر يعني إيه اللي نقوله من خلال هذا الدعم؟ هو الحقيقة أن في نوع من حراك كبير نحن في اتجاه تمكين أكبر عدد ممكن من الأسر ومن الأفراد اللي هم متلقين المساعدات الاجتماعية،
والحقيقه تمهيد الطريق ليهم ان هم يدخلوا تاني سوق العمل ويكونوا افراد منتجين ويساهموا في الاقتصاد القومي. وبالتالي الحقيقه في توجهات يعني بشكل ما على العمل الجماعي والعمل التشاركي ما بين عدد اكبر عدد ممكن من الوزارات، بجانب الدعم المالي اللي بيقدم لبرنامج تكافل وكرامه، الدعم الضخم طبعا في السنوات الاخيره بيكون يعني في توجهات رئاسيه بالتعاون والتكامل ما بين الوزارات. ويمكن حضرتك في البدايه اشرت للاتفاقيه مع الهيئه العربيه للتصنيع، والحقيقه كان في اتفاقيه سابقه من حوالي يمكن اكثر من اسبوعين مع وزاره الزراعه، والحقيقه ان التوجيهات الرئاسيه بالعمل نحو يعني اضافه خدمات جديده وتطوير منهجيه العمل مع قضيه الفقر، بحيث ان احنا عندنا الحقيقه عدد كبير من الشباب اللي هم يعني بيتلقوا المساعدات الاجتماعيه لان لم يتمكنوا من دخول سوق العمل، وبالتالي الاقتصاد القومي ما لا يستفيد منهم. فاتوقع ان احنا النهج اللي احنا بنحاول نتعاون فيه في وضع اطار لكيفيه دعم الاحتياج العوز الاقتصادي وتحول الافراد من يعني من العوز ومن المساعدات والاتكاليه الى الانتاج بطرق مختلفه. طيب يعني بالمناسبه انا كنت عايز اسال حضرتك برضو تدينا فكره ونوضح للساده المشاهدين فكره برنامج فرصه واهم يعني اهداف هذا البرنامج وكمان الدعم اللي بيحصل عليه من مؤسسات الدوله. الحقيقة أن برنامج فرصة يعني طلع من رحم شبكة الحماية الاجتماعية اللي هي برنامج تكافل وكرامة. إحنا عندنا بشكل عام للمستمعين والمشاهدين عشان يتفهموا المجتمع في ما يطلق عليه شبكة الحماية الاجتماعية، أن الدولة بتكفل الحد الأدنى ومن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. طبعا في مواطنين منهم عندهم ظروف اقتصادية طارئة، فقدان العمل أو فقدان الأسرة أو التعرض إلى أزمة أو عدم دخول لسوق العمل، وفي مواطنين عندهم بعض الظروف اللي هي قد تكون العجز عن العمل أو كبر السن أو أطفال رضع أو أيتام، فدول عندهم تغطية إلى حد ما طويلة. لكن الفئة الأولى اللي أنا ذكرتها الدولة بتعطيها من خلال تكافل الكرامة مساعدات وتساعدها في أنها تدخل لسوق العمل. فبالتالي نهج برنامج فرصة ان احنا عندنا تقريبا 15 مليون فرد من 3 مليون و400 الف اسرة هم متلقين المساعدات. لو نظرنا داخل احصائيات التركيبة السكانية ليهم التركيبة العمرية اسفا هنلاقي ان تقريبا في حدود 44% منهم في سن العمل. فبالتالي برنامج فرصة نشأ لإضافة فرصة بديلة ودفع ال 44% تقريبا اللي هم في سن العمل من متلقي المساعدات بان اتاحة احد الخدمات التاليه، اما مساعدتهم في التدريب والتوظيف ودخول سوق العمل كعاملين باجر او الاشتغال يعني في وظيفه ثابته، او اعطائهم ادوات انتاج ودخولهم الى سوق الانتاج والعمل الحر والعمل اللي بنقول عليه التوظيف الذاتي. الحقيقه اتفضل. لا اتفضل اتفضل كمل. فالحقيقه ان احنا التكامل اللي بيعمله البرامج ان احنا عندنا قد يكون برنامج تكافل وكرامه بيدي مساعدات مشروطه لهدف الحفاظ على الحياه الحد الادنى للحياه الكريمه. الشيء الجديد اللي الدوله بتعمله النهارده وده يمكن على مستوى العالم شيء يعني من التجارب الفريده، ان احنا اثناء استفاده المواطن من الدعم المادي المشروط لتكافل وكرامه بنقدم له فرصه وبنتيح له ان هو يحصل على عمل او نعطيه ادوات انتاج الفتره اللي هو بيجرب فيها عشان خروجه من دائره العوز وخروجه من البرنامج تكافل وكرامه، وبيطلق عليه البنك الدولي التخرج من برامج الدعم، بمعنى المواطن يصبح مواطن مستقل عنده مصدر دخل ثابت بيتيح لي حياه كريمه افضل بكتير جدا من الحياه اللي هي بيتيحها الدعم النقدي، وفي نفس الوقت انسان بيكون مشارك في الانتاج والحياه الكريمه اللي هي فيها عمل وفيها مساهمه في الناتج القومي وفيها مساهمه في تنميه المجتمع. هل هو مقتصر فقط على مستفيدي تكافل وكرامه ولا في فئات اخرى ممكن تستفيد منه؟ هو الحقيقه احنا عندنا البرنامج التجريبي اللي احنا بدانا فيه عندنا فئتين الحقيقه، المستفيدين الحاليين من تكافل وكرامه اللي هم في السنه الثانيه او الثالثه ليهم. تكافل وكرامة مدة الاستفادة منه 3 أعوام فقط وممكن يجدد، والفئة الثانية هم المرفوضين أو الذين لم يستطيعوا الدخول في تكافل وكرامة. الحقيقة نحن إن شاء الله بعد يعني نجاح البرنامج في تحقيق الهدف
الاولي ليه في الثمان محافظات التجريبيه اللي احنا مختارينهم، هيتم فتح المجال الى اكبر عدد من الاسر. والحقيقه توجهات معالي الوزيره الدكتوره نيفين القباش ان احنا نتيح اليه البرنامج فرصه الى اكبر عدد ممكن من الافراد الباحثين على العمل، لكن بالطرق اللي احنا بنشتغل بيها الحقيقه اللي احنا بنروح فيها نواجه يعني عدد كبير من التحديات. يعني مثلا ثقافة العمل قد تكون غائبة عن الفئة اللي أنا ذكرتها، قد لا يكون متوافر تقريبا 70% من مستفيدين تكافل وكرامة موجودين في محافظات الصعيد، في عدم يعني تواجد كثيف للأنشطة الاقتصادية، فبالتالي البرنامج فرصة بيواجه تقريبا أصعب فئة وأصعب أماكن. يعني لو قلت حضرتك أن نسبة الأمية مثلا 64% في المستفيدين، تقريبا اكثر من 80% منهم سيدات، فبالتالي احنا بنواجه فئه احنا بنحاول ندعمها ونوصلها الى سوق العمل، اما بالتوظيف لدى الاخرين باجر او ان احنا بنساعدهم في عمل مشروعات بطرق مختلفه، بنهج في نوع من انواع التطور، في سلاسل القيمه، في ان احنا بنحدد انواع المشروعات اللي بندخلهم ليها بعد ما يكون المشروعات تم دراستها وتم دراسه فرص نجاحها، وده يمكن اللي يدخلنا الى الاتفاقيات اللي وقعتها الوزاره مع وزاره الزراعه او الهيئه العربيه للتصنيع او بقيه الاتفاقيات اللي تم توقيعها مع جمعيات اهليه. الحقيقه بتهدف كلها الى يعني ترسيخ منظومه مختلفه وطريقه تفكير مختلفه. طب ازاي بيتم حث المستفيدين من تكافل وكرامه على الاشتراك في البرنامج؟ وهل ده امر اختياري ولا يعني ده مطلوب من الجميع ان هم يشتركوا فيه؟ هو طبعا نقطة سؤال حضرتك وجيه جدا. أول شيء إن إحنا عندنا برنامج تم تطويعه مبني على ثقافة التحفيز وتعديل السلوك، ما يطلق عليه في نظريات الاقتصاد السلوكي، إن إحنا أطرنا لبرنامج. البرنامج بيحط في اعتباراته كيفية تحفيز الأفراد، بمعنى مثلا أنا ذكرت حاجة مهمة جدا، ان الافراد اللي بيتلقوا المساعدات او اللي بياخدوا يعني مساعدات خيرية من الافراد او من الجمعيات عادة بيكونوا محبوسين في ظل ان هم مش عاوزين يتحركوا، مش عاوزين يعملوا اي انشطة انتاجية عشان لا يحرموا من المساعدة اللي هم في نظرهم شيء بيعمل لهم امان في حياتهم. طبعا فهم طبيعة الافراد اللي بيتلقوا المساعدات كانت اول مرحلة احنا عدينا بيها، وصممنا برنامج وجبنا الحقيقه في ابريل الماضي جبنا عينه قبل كورونا، جبنا عينه من المستفيدين وعملنا ورشه يوم كامل لدراسه كيفيه وضع الرسائل اللي هي محفزه ليهم، وحتى خلينا الاسر اللي هي مشاركه من المستفيدين هم ساعدونا في وضع الرسائل اللي احنا ممكن ننشرها بعدين لتحفيز الافراد. يعني احنا ممكن بنحفز احد الافراد، الراجل اللي هو متزوج ويعني لا يعمل بشكل منتظم او لا يرغب في العمل الحقيقه بشكل منتظم عشان اللي هو بيرتكن على المساعدات، فبالذات كيفيه تحفيزه، كيفيه انه اشتغل عشان اولادك، اشتغل عشان الحياه الكريمه مبنيه على العمل. فده احد الاطر النفسيه اللي هي فيها الحقيقه نوع جديد من المنهجيه، ان احنا بنتعامل مع الفرد بكيفيه رؤيته لقضيته وقضيه الفقر. تاني شيء ان انا ذكرت ان ممكن الشخص بياخد المساعدات لفتره زمنيه في نفس الوقت اللي بياخد فيها فرصه العمل او بياخد فيها اداه الانتاج، فبالتالي هو بيطمن نفسيا في ان احنا مش هدفنا هو اخراجه من المساعدات عشان توفير المبالغ، بالعكس احنا هدفنا ان هو يكون انسان ناجح ويكون انسان يحقق الذات. لو ذكرت لحضرتك الحد الادنى من التكافل وكرامه 450 جنيه شهري للاسره، بينما اي فرد لو احنا وظفناه في احد المصانع اللي هنذكر منها مثلا المصانع الحربيه هي يعني راتبه لن يعني يكون اقل من 2000 جنيه مثلا او اقل، فبالتالي احنا بنشرح المعلومه مهمه جدا عند الافراد اللي تم تهميشهم. طبعا احنا تكافل وكرامه بيلجا الى المستضعفين والفقراء والمهمشين في المجتمع، المهمشين بيكون عندهم طريقه عقليه ان هم يكونوا عندهم يعني ارتكان نسبي الى الاوضاع بتاعتهم، يكون عندهم خوف كبير جدا من المغامره. احنا وقعنا في الاتفاقيات اللي احنا وقعناها الاسبوع الماضي احد الافكار الجديده ان احنا نتعاون مع جمعيه شبابيه في تاسيس شبكه من المتطوعين اللي هم هيكونوا زي مرشدين ومستشارين للافراد دول اللي هم يعملوا المشاريع، بمعنى ان احنا رجال الاعمال الكبار بيكون عندهم خبراء او مستشارين او مرشدين ليهم يشوروهم ويعطوهم المشوره، بينما احنا اما بنيجي نعمل برامج لتمكين الفقراء عاده لا نفكر في ان احنا نوفر لهم
متطوعين يزوروه مثلا مره كل اسبوع او مره كل اسبوعين، يتعرفوا على تقدم مشروعاتهم، يدعموهم ويساندوهم نفسيا. فده النهج المختلف بيخلي الفرد يطمن الى انه التمكين هو الشيء السبيل الوحيد اللي ممكن يسلكه، لانه هو لن يستطيع البقاء دائما في المساعدات الاجتماعيه ما دام هو قادر على العمل، وهو قد لا يكون مش راغب على العمل لكن هو قادر عليه. فبالتالي احنا بنتوجه للفئات القادره وبنعمل معاها منهجيه تبدا بالتعامل والحوار وتعديل محاوله تحفيز الشخص، اعطائه ثقافه العمل في البدايه، بعدين نوجهه الى ايه الامكانات المتواجده لدى الفرد والمتواجده في البيئه الموجود فيها، يعني الموجود في محافظه الفيوم غير محافظه اسوان، غير الموجود في الشرقيه او غير موجود في القليوبيه. فبالتالي البيئه المحيطه احنا بندرسها ونشوف ايه فرص التمكين بالنسبه للفئه دي، هل في فرصه ان هو يتوظف؟ فبالتالي بنطلع الوظائف الموجوده. وزاره التضامن اول مره في تاريخها اسست وحده للتدريب والتوظيف. الوحده للتدريب والتوظيف شغلتها انها تتعرف على الفرص المتاحه للتوظيف وللتدريب في الفئه اللي احنا بنتعامل معاها اللي هي تقريبا بلو كولر اللي هم الفئه الفنيه، وفي الاماكن اللي هم متواجدين فيها، والتعرف على مهاراتهم ومقابله صاحب الاعمال مع الشباب اللي احنا بنحاول نوظفه. احنا طبعا مركزين برنامج فرصه على الشباب وعلى المراه. احنا عندنا هم عدد المستفيدين حاليا من البرنامج قد ايه يا دكتور، والمجالات وانواع فرص العمل اللي بيوفرها؟ طبعا احنا عندنا تقريبا بدانا الحقيقه البرنامج على الارض من بدايه يناير وفبراير، وللاسف توقفنا نتيجه الاشتراطات الاحترازيه لكورونا في بدايه مارس. البرنامج الحقيقه وفر فرص عمل مباشره لعدد كبير من الافراد، بمعنى ان احنا بدانا في المتوفر حاليا اللي هو كان التعاون مع منصات التوظيف، وبدانا الحقيقه مع اكبر منصتين توظيف وعملنا معاهم اتفاقيه مبتكره ان هم الافراد اللي احنا بنتكلم عليهم قد لا يكون يتقنوا الحاسب الالي او لا يتوفر لديهم حاسب الي، فبالتالي وفرنا خدمه. المركز الاتصال للموقعين الكبار في مصر اللي هم بيوظفوا على الانترنت بدا يتواصل مع عينه من اخترناها 5000 شخص، وبنى ليهم قاعده بيانات، وبدا الحقيقه عدد كبير منهم يتوظف، يمكن على الاقل 10% منهم اتوظفوا في خلال شهرين بعد ما احنا ربطناهم بالشبكه. بدانا على الارض الحقيقه عدد كبير من الاتفاقيات، انا ذكرت دلوقتي ان احنا عندنا مع وزاره الزراعه اتفاقيه تقريبا هتنفذ 11 محافظه ان احنا هنبدا نعطيهم ادوات انتاج الانتاج الحيواني المنزلي. الوزاره في النهج المختلف، وده نهج برضو من التوجهات الرئاسيه، محاوله ربط برامج التمكين الاقتصادي والانشطه بالانشطه البيئيه والزراعيه والغذائيه، بمعنى ان احنا هنركز في الفتره اللي جايه في المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره اللي هي فيها انتاج حيواني او انتاج زراعي او الاستفاده من المكونات الانتاج الزراعي. يعني حضرتك لو تخيلتي ان كيلو البصل اللي بيتباع ب 3 جنيه في الاسواق لو تم تكثيفه وبيتباع تقريبا مش اقل من 50 جنيه تقريبا او 40 جنيه المجفف، فبالتالي القيمه المضافه دي احنا بنركز عليها لخلق وحدات انتاجيه جماعيه، يعني احنا لا نبحث عن الشخصيات الرياديه الكثيره في الافراد اللي احنا بنتعامل معاهم اكثر من احنا بنبحث عن فرص تمكينهم من خلال انشطه جماعيه بيتم دراستها مع الجهات المعنيه. يعني مثلا مع وزاره الزراعه تم التعرف على عدد من الانشطه اللي هي تاريخيا ممكن تكون كانت موجوده بس ما بتتعملش بالمنهج اللي هو التشاركي او المنهج اللي هو بينتهي بثلاث القيمه، عدد من الافراد بينتجوا. لو اتكلمنا على الطيور فان احنا نلاقي تاريخيا الجمعيات بتدي للافراد عدد من الطيور يربوهم ويبيعوهم، لكن ما حدش فكر ان هو يقفل الدايره ويخليهم قريه واحده تنتج مثلا نوع معين من البط مثلا او الطيور، والقريه فيها اكثر من ممكن عشرات البيوت اللي بينتجوا كميات كبيره فتسمح بان يكون في انتاج كمي فتسمح في انه يتباع بكميات فيكون في يعني سيوله في البيع والعوائد وما يكونش في اي حد بيعاني من التسويق. طبعا احنا مشكله المشاريع الصغيره او متناهيه الصغر في الغالب بتكون مشكله ماليه وتسويقيه. فدراسه الفرص من خلال برنامج فرصه والتعرف على الامكانيات المتاحه في القرى والنبوع والقرى اللي احنا بنشتغل فيها بيسهل بعد كده كيفيه التعامل معها. المرحله الثانيه هي تحديد شركاء زي ما ذكرتي حضرتك في البدايه، الهيئه العربيه للتصنيع مثلا، الهيئه العربيه للتصنيع عندها عدد كبير عدد ضخم من المصانع، من ناحيه عندها مصانع وعندها مراكز تدريب، فعندها مراكز تدريب على حرف مطلوبه في الصناعه
في امكانيات انها توظف عدد من الشباب بعد تدريبهم، لكنها مجرد تدريبهم على حرف مطلوبه ده يعتبر فتح باب ليهم للمجال ده. زائد ان الهيئه العربيه للتصنيع عندها عدد من المصانع الجديده اللي فيها منتجات، مثلا التروسيكل اللي احنا بنشوفه طوروا عدد كبير من التروسيكلات اللي هي بتستعمل كفاترينات عرض او كنقل او في عربيه اسعاف، في يعني الافكار الجديده اللي هم طوروها اللي هي موجوده باسعار اقل بكثير من الاسعار المتداوله، تسمح ان احنا ندي للشباب ادوات انتاج تكون ليها فرص نجاح اكثر بكثير من الاشكال التقليديه اللي احنا بنشوفها حوالينا. هو البرنامج بيطبق في كم محافظه واختيار المحافظات كمان جه ازاي؟ الحقيقه ان احنا برنامج فرصه عنده شقين، الشق الرئيسي بدا مع مشروع اللي هو فرصه التجريمي مع البنك الدولي اللي هو بيطبق في 8 محافظات، 8 محافظات اللي موجوده 6 منها في الصعيد، الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر، اتمنى ما انساش حاجه في 6 محافظات، والشرقيه والقليوبيه، دول المحافظات الثمانيه اللي بيطبق فيهم برنامج فرصه اللي هو يطلق عليه تجريبي مع البنك الدولي. بينما برنامج فرصه الكبير اللي وزاره التضامن بتطبقه تقريبا بتطبقه على 27 محافظه، احنا بدانا تقريبا ب8 محافظات اللي هم انا ذكرتهم، بجانب المحافظات الحدوديه اللي هم تقريبا 6 محافظات، عندنا تقريبا في حدود 14 او 13 محافظه بنشتغل فيهم النهارده على الارض، ما بين عدد من الانشطه. الحقيقه انا ذكرت الوحده المركزيه للتدريب والتوظيف فتحنا لها 6 افرع، يعني 8 افرع، انا دلوقتي في محافظه زي المنيا بدا فعلا مديريه التضامن الاجتماعي الموجوده داخلها في وحده، الوحده دي بتروح تتواصل مع المصانع وال لو اتكلمنا على التدريب والتوظيف والانشطه الاقتصاديه وتشوف ايه فرص العمل الموجوده وترجع تتواصل مع قاعده البيانات اللي عندنا ونبدا نجيب الشباب اللي هم بيتلقوا تكافل وكرامه في الاعمار اللي انا ذكرتها اللي هي في سن العمل او المرفوضين ونبدا ندربهم ونعرض عليهم الوظائف. فالحقيقه احنا تقريبا متواجدين في 14 محافظه من يناير الماضي الحقيقه، وان شاء الله على نهايه السنه تقريبا يمكن هنضيف كمان 8 محافظات على الاقل. احنا بنشتغل بطريقتين، بالطريقه الاولى اللي هي عمل وحدات للتدريب والتوظيف، دي المرحله الاولى، والمرحله اللي احنا فيها حاليا ان احنا بنتعاقد مع وزارات او كيانات كبيره بتنفذ لنا مبادرات اللي هي سلاسل القيمه او نقل الاصول الانتاجيه اللي هي في المرحله اللي احنا فيها معظمها زراعيه وحيوانيه، وان شاء الله هيكون في حاجات انتاجيه صناعيه ان شاء الله في المرحله القادمه. ان شاء الله. دكتور عاطف انا بشكر حضرتك جدا، دكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصه بوزاره التضامن الاجتماعي، شكرا جزيلا لحضرتك وشرفتنا في برنامج المواجهه على اكسترا نيوز، شكرا ليك. دلوقتي هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع مع مواجهتنا الثانيه عن مصر كمركز عالمي للطاقه السامه. أهلا بحضراتكم من جديد في المواجهة، وفي المواجهة دي هنعمل قراءة في شهادة صحيفة الدينيرو الإيطالية واللي قالت فيها أن مصر ستصبح محورا للطاقة في الشرق الأوسط بعد إعلان شركة إيني الإيطالية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط وهو حقل بشروش. إيه هي أهمية اكتشاف هذا الحقل وإزاي بتساعد الاكتشافات الجديدة على تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟ اسمحوا لي أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية دكتور ماهر عزيز عضو المجلس العالمي للطاقة. دكتور مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور يا فندم، تحياتي لسيادتك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. قبل ما نبدأ حوارنا مع حضرتك خلينا نشوف هذا الانفوجراف عن حقل بشروش للغاز الطبيعي ونرجع نبدأ حوارنا.
اهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا نبدا من شهاده صحيفه الدينارو الايطاليه بان مصر ستصبح محور للطاقه بالشرق الاوسط بعد حقل بشروش للغاز. دكتور ماهر مره ثانيه اهلا بحضرتك، وقول لي قراءتك ايه لهذه الشهاده ودلالتها ايه من وجهه نظرك؟ الحقيقه انا بس احب اشير الى ان يوم 1 يوليو بعد اعلان مصر عن اكتشاف منجم ذهب جديد باحتياطي يزيد على مليون أوقية، بعدها بساعات أعلنت شركة إيني الإيطالية عن ظهور الغاز في حقل تجريبي في منطقة امتياز شمال الحماد المسمى بالبشروش. فالغاز الطبيعي وجد على بعد 11 كيلومتر من خط الشاطئ على عمق بسيط في المياه الضحلة حوالي 22 متر بطبقة حاملة سمكها 152 متر، وده يدل على أن في هنا مخزون جيد من الغاز. هذا المخزون يضاف إلى كل الكشوف التي تمت حتى الآن. الحقيقة أنا أقرأ هذا باعتبار أن مصر لا تزال زاخرة بمكنون يكشف عن ذاته يوما بعد يوم. احنا سنة 2013 كان عدد الكشوف اللي تمت 57 كشف، سنة 2014 41 كشف نفط وغاز، سنة 2015 حقل ظهر، وكان في يناير 2015 كل المخزون المصري 35 تريليون قدم مكعب، حقل ظهر لوحده رفع المخزون ل 65 تريليون، وبعدين غرب المتوسط العميق أضاف 5 تريليون، فبقينا في نهاية سنة 2015 عندنا مخزون مؤكد 70 تريليون. النهاردة المخزون المؤكد بيزيد على 100 تريليون، وبالتالي هذا الكشف ينبئ عن أن هناك كشوف أخرى مثيلة ستكشف عنها الأيام القادمة. الحقيقة أنا كنت عايز برضو أشير إلى تصريح مهم جدا قالوا رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، قال إن الجسات أو المسح السايزمي والجيوتقني عن البترول والغاز الطبيعي في شرق المتوسط والبحر الأحمر كشف عن مخزونات تصل إلى ما يربو على 200 تريليون قدم مكعب في البحر المتوسط و 200 تريليون قدم مكعب في البحر الأحمر. فإحنا الحقيقة أمام مخزون عظيم يرفع مصر إلى مكانة متقدمة جدا جدا بين الدول التي لديها مخزونات من الغاز الطبيعي، ويجعلها إلى مدى ربع قرن على الأقل، ربع قرن قادم على الأقل، مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة في منطقة المتوسط. طيب، شركة إيني الإيطالية دكتور ماهر قالت إن هي نجحت في حفر أول بئر استكشافي في منطقة امتياز شمال الحماد زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي في المياه المصرية في دلتا النيل باسم بشروش. كلمنا أكتر عن هذا الحقل وإلى أي مدى يعني اكتشاف هذا الحقل الجديد اللي إحنا كنا بنتكلم عنه حالا بيدل إن المنطقة غنية بالاكتشافات البترولية، يعني إيه اللي بيضيفه لاكتشافات مصر؟ احنا قبل كده كان في المنطقة دي، يعني هي المنطقة دي على بعد 12 كيلو بس شمال غرب النورس، والنورس تم فيها اكتشافات. احنا كمان انا لم اذكر ان في الفترة من يوليو الى سبتمبر سنة 2019 كان في 14 كشف ايضا، منهم 4 غاز و10 نفط، وفي 30 أكتوبر سنة 2019 تم الإعلان عن حقل الشروق، وحقل الشروق ده كان بسمك 630 متر، 630 متر يعني حامل لكمية ضخمة جدا من الغاز. النهاردة البشروش الطبقة الحاملة 152 متر، برضو الحقيقة رقم كونسيدرابل، وبالتالي لسه هم ما كشفوش عن يعني كام تريليون قدم مكعب المتوقعة أو المحتملة، لأن لسه في البداية، لكن المهم أن عندنا النهاردة طبقة حاملة للغاز في البشروش سمكها لا يقل عن 152 متر. فإذا شفنا حقل الشروق وشفنا حقل ظهر وشفنا التوقعات
اللي أسفرت عنها الكشوف السيزمية والجيوتقنية، إحنا أمام مخزون لا يقل أبداً عن 200 تريليون قدم مكعب في شرق المتوسط. بس أنا عايز أقول لحضرتك سنة والسادة المشاهدين، سنة 2010 الجمعية الأمريكية للأبحاث الجيوتقنية قالت إن في شرق المتوسط مخزون في المنطقة دي، مخزون من النفط 4.3 مليار برميل بترول و 345 تريليون قدم مكعب. مصر لوحدها بتحتاز أكثر من 50% من كل مخزون الغاز اللي موجود في شرق المتوسط، وده الحقيقة يعني خير كبير لمصر، هيساهم في نهضة شاملة. احنا في نهضة حقيقية الآن، ولكن سيؤمن هذه النهضة لسنوات طويلة مقبلة بإذن الله إن شاء الله. قول لي دكتور، يعني هيتم اختبار طبعا البئر للإنتاج في المياه البحرية المصرية، حجم الإنتاج المنتظر لهذا البئر في تلك المنطقة الغنية بحقول الغاز هيكون تتصور قد إيه؟ أنا بتكلم على بشروش تحديدا. احنا لو قسنا، هم لم يعلنوا الحقيقة عن أي أرقام حتى الآن، لكن على الأقل احنا النهاردة إنتاج الغاز من حقل زهر اليومي يزيد على 3 مليار قدم مكعب يوميا، فأنا أتوقع أنه البشروش هيساهم على الأقل بنص مليار متر قدم مكعب في اليوم، ده إن لم يزد عن ذلك، لكن ما أعتقدش أنه هيقل عن على الأقل نصف مليار قدم مكعب يوميا. الأيام الحقيقة القادمة هتكشف عن المخزون وإمكانياته وقدرات الإنتاج اليومية والعمر الزمني إن شاء الله الباقي لهذا المخزون إن شاء الله. دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية بتشير إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط بتقدر بحوالي 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحوالي كمان 107 مليار برميل من النفط الخام. كلمنا أكتر عن هذه الأرقام، معناها إيه؟ يعني كخبير بترولي شايفها إزاي ونصيب مصر منها إيه؟ لا الحقيقة الأرقام اللي عندي أنا في الدراسة اللي عندي بتقول أكتر من كده، أكتر بتقول كمان. إن سنة 2010 أعلنوا عن أرقام حوالي 4.3 مليار برميل نفط و 345 تريليون قدم مكعب. إحنا عارفين إن شرق المتوسط يتشارك فيه إسرائيل، عندها كشوف ضخمة، لبنان عنده كشوف ضخمة، قبرص عندها كشوف ضخمة، يمكن الساحل السوري لسه ما قلناش هيبقى قدامه قد إيه، لكن المنطقة كلها الحقيقة فيها مخزون ضخم جدا. فإذا كانت التقديرات المبدئية لهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية بتقول مثلا الغاز 345 تريليون قدم مكعب، والمسح السايزمي المبدئي المصري بيقول ان احنا عندنا في المنطقة الإقليمية من البحر المتوسط التي نتبعها ما يزيد على 200 تريليون قدم مكعب، فتبقى مصر الحقيقة بتحتاز نصيب الأسد في المياه الإقليمية التي تخصها، لها مخزون ضخم قد يساوي مخزون هذه الدول مجتمعة. هذه معنى الأرقام المعلنة حتى الآن. طيب لو رحنا لاكتشافات الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، يعني قطاع البترول نجح على مدار السنوات الست الماضية في تحقيق 295 اكتشاف بترولي جديد، منهم 197 زيت خام و98 غاز، ده كان في مناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس. كلمنا أكتر عن هذه الأرقام يا دكتور ماهر. أنا يمكن لسه ذكرت إن الحقيقة دي جت على السنوات تباعا بتكثيف الجهود ومناطق الامتياز والبحث عنها، أطلقت أيدي الشركات العاملة بشكل عظيم، والحقيقة إحنا سنة 2010-2012 كنا في مأزق ضخم جدا. المأزق ده نتج عن إن في حوالي 6.3 مليار دولار كانت ديون للشركات، فتوقفت الشركات عن الإنتاج وامتنعت ان هي
تبدأ من جديد إلا أن تأخذ بعض مستحقاتها. اللي تم خلال الفترة دي كان الحقيقة أشبه بالمعجزة. إحنا استطعنا في أقل من 7 سنين نسدد من 6.3 مليار 5.4 مليار لحد 2019. النهاردة 2020 إحنا آخر 900 مليون بنسدد، ويمكن 3/4 خلص النهاردة. فتقريباً أول ما ابتدينا نسدد للشريك الأجنبي ابتدى ينشط. فلما نشط 2000 زي ما قلت لسيادتك، 2015 كان عندنا 57 اكتشاف، سنة 2013 57 كشف، 2014 كان عندنا 41 كشف، 2015 حقل ظهر، 2018 61 كشف، 43 في النفط و18 في الغاز، 2019 عندنا 14 كشف، وطبعا جاء بقى حقل الشروق في 30 اكتوبر 2019 اضاف كميه ضخمه ما حدش عارفها بالضبط، لكن توقعات ان هي لن تقل عن اللي موجود في حقل ظهر، لان سمك الطبقه الحامله 630 متر. الكشوف دي كلها تمت في مناطق الامتياز اللي زي ما سيادتك تفضلتي واشرتي، من الصحراء الغربية للشرقية لخليج السويس للدلتا لشرق المتوسط لغرب المتوسط العميق. الجمهورية كلها بتتمسح بمناطق امتياز لهذه الشركات. فآدي حجم الكشوف، آدي حجم الاكتشافات، آدي الإنجازات في سداد مستحقات الشريك الأجنبي، وبالتالي انطلق وابتدى يشتغل. الدعم اللي بتديه الدولة للاستثمار الأجنبي والوطني، رأس المال الاستثماري الوطني والأجنبي، الحقيقة هذا دعم ضخم جدا إدى الإمكانيات دي. أنا توقعاتي إن المستقبل لا يزال حافل باكتشافات جديدة إن شاء الله هنعيش معاها في الأيام القادمة بإذن الله. طيب أنا عايز أتكلم شوية عن حقل ظهر الحقيقة، اللي بيطلق عليه دكتور ماهر أنه هو حقل الأرقام القياسية، طبعا بسبب أنه كان يعني سريع في تنفيذه وسريع في الإنتاج كمان. كلمني أكتر عن هذا الحقل والوضع الاستثنائي الحقيقة اللي يعني بدأ العمل فيه وسرعة الإنتاج. الحقيقة حقل ظهر يعتبر علامة، لأنه بدأ في السنة الأولى بما لا يزيد على 350 مليون قدم مكعب، فكان يعني قيمة متواضعة في أول سنة، لكن سرعان ما زاد، ظل يتزايد إلى في خلال أقل من سنتين وصل الإنتاج اليومي إلى حوالي 3 مليار قدم مكعب يوميا. وبالتالي ارتفع الانتاج اليومي لمصر كلها النهاردة إلى ما يزيد على 7.2 مليار قدم مكعب يوميا. 7.2 مليار قدم مكعب يوميا خلى مصر تصل إلى الاكتفاء الذاتي سنة 2019. احنا النهاردة بنصدر الغاز الطبيعي، وآخر تقرير المنظمات التي تتابع في العالم نشاط الغاز الطبيعي، أظن منظمة الغاز الطبيعي حاجة زي الأوابك والأوبك وكده، التقرير بتاعها قال مصر شاركت سنة 2019 في السوق العالمية لتصدير الغاز الطبيعي ب1% من الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية، يعني حوالي 3.5 مليون طن غاز مسال احنا صدرناه. فاحنا مش بس وصلنا للاكتفاء الذاتي، احنا كمان تحولنا الى التصدير. ده كله بفضل حقل ظهر، لان حقل ظهر زي ما قلت لسيادتك في اقل من سنتين كان الانتاج الاجمالي زاد عن 3 مليار، وقفز بالانتاج الكلي الى 7.2 مليار ويزيد. وبالتالي تحولنا احنا، كان في لوزاره البترول والمصر كان في استراتيجيه موضوعه من 4 اركان اساسيه. أول ركن كان إن إحنا تحقيق الاكتفاء الذاتي، وبعدين تعظيم القيمة المضافة، وبعدين التحول إلى مركز محوري لتجارة وتبادل الطاقة، والهدف الرابع التحول إلى التصدير. فإحنا تحولنا الآن إلى التصدير وعندنا اكتفاء ذاتي. طب ده كان ليه تأثير إيه على الاقتصاد المصري؟ إحنا الحقيقة من سنة 2012
كنا بنستورد غاز طبيعي بـ4 مليار دولار سنوياً. الـ4 مليار دولار أول ما وصلنا للاكتفاء الذاتي وتحولنا إلى التصدير اتوفرت كلها، يعني حوالي 65 مليار جنيه اتوفرت كنا بنستورد بيها الغاز الطبيعي. دي بقى الناس النهاردة بتشوفها في مشروعات البنية الأساسية اللي مالية مصر، في الطرق والكباري ومترو الأنفاق والسكة الحديد والمصانع الجديدة اللي بتنشأ، احنا ضخينا أموال كثيرة في ده كله. كمان التعليم، تم ضخ لتطوير التعليم في أموال ضخت فيه. منظومة الصحة، تم ضخ أموال كثيرة وفي خصوصا في مواجهة الجائحة. الضمان الاجتماعي اللي تم واحنا بنواجه جائحة الكورونا، أموال كثيرة ضخت للفئات محدودة الدخل والعمالة غير المنتظمة وقطاعات كثيرة. طب ده كله جه منين؟ جه من 4 مليار دولار كنا بنستورد بيها غاز طبيعي لم نعد نستورد، وتوفر المبلغ ده فضخ في الاقتصاد المصري، استفاد المواطن واستفاد الاقتصاد. ادي معنى الانتاج اللي حصل من حقل زهر. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك في سوق، يعني في الجزء الاخير دكتور ماهر، لاطماع اردوغان في غاز المتوسط، وتحديدا اعلانه مؤخرا عن استمرار الحفر في منطقه شرق البحر المتوسط بالقرب من الحدود اليونانيه. كلمني اكتر عن يعني هذا الاستفزاز او التحرش بالدول الاخرى، والى اي مدى بيعد ابتزازا لليونان. هو الحقيقه اردوغان بيتصرف تصرفات كلها قرصنة خارج الإطار الدولي وخارج كل الأعراف، لأنه تلقى هزائم منكرة. يعني سنة 2016 إلى 2018 تقريبا كان فيه مباحثات بينه وبين إسرائيل علشان الغاز المكتشف في شرق المتوسط لإسرائيل يمر بخطوط أنابيب إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، ولكن التصرفات السياسية والغدر بتاعه اللي باين في كل حاجة ما فيش حاجة فيها بيصدق، غدار غدار، خلى أوروبا تخشى تماما من أن خطوط الغاز اللي جاي من إسرائيل قد يتخذها تكئة سياسية ويلعب بالاقتصاد في السياسة. فعلشان يأمنوا نفسهم راحت عملت الاتفاق مع قبرص واليونان، وبالتالي كانت دي طعنة نجلاء لأردوغان بحيث أنه خسر الاتفاق الغاز الإسرائيلي التركي، وده لأن أوروبا متخوفة وإسرائيل متخوفة، وبالتالي هيمشوا من خلال قبرص واليونان إيطاليا وبقية أوروبا. وده اللي مصر هتعمله، إحنا برضو عندنا الغاز بتاعنا يتدفق من خلال خطوط هتبقى قبرص اليونان إيطاليا وبقية أوروبا. أصبحت أوروبا دلوقتي عندها مصادر بديلة عن الغاز الروسي، أو يعني مصادر تستطيع أن هي تؤدي دور ضخم جدا إلى جانب الغاز الروسي اللي جاي من خلال خط السيل اللي بيمر بالأراضي التركية إلى أوروبا. فمروره بالأراضي التركية بيخليه على كف الخطر، هم عايزين غاز جاي بعيد تماما عن كل الخطر. أردوغان علشان يحاول يلتف، أتفضل يا فندم. لا أتفضل. أردوغان علشان يلتف على الطعنة النجلاء اللي أخذها في خسارة الاتفاق الإسرائيلي التركي راح يعتدي على الغاز الليبي، فعايز عدوانه على الغاز الليبي عايز يلتف على الاتفاق اللي تم بين إسرائيل وبين أوروبا وبين اليونان وقبرص، ففي حركة التفاف غادرة عايز يروح يسيطر على الغاز الطبيعي هناك. هو الحقيقة عنده أكثر من هدف، وهو بيغزو ليبيا، عنده هدف اقتصادي وعنده هدف سياسي وعنده هدف استراتيجي. الهدف الاقتصادي سنة 2011 كان حجم الاستثمارات التركية في ليبيا 11 مليار دولار. لما حزب الناتو والإرهاب الدولي خرب ليبيا سنة 2011 فقد تقريبا الاستثمارات دي، فهو رايح عايز يسترجع استثمارات قيمتها 11 مليار دولار.
مش بس كده، عملية إعمار ليبيا فيها توسيع كبير جدا للباكج بتاع الاستثمارات اللي هو عاوزها، فيبقى عايز يضيف لل 11 مليون مليار كمان كمية كبيرة من الاستثمارات في إعادة الإعمار ده. بعدين السيطرة على الغاز الطبيعي فيها جانب اقتصادي، لكن الأهم الجانب السياسي. فالجانب السياسي في أنه يسيطر على الغاز الليبي بيضرب بيلتف على الاتفاق اللي خسره مع إسرائيل، والحاجة الثانية بيحقق مطامع أطراف خارجية. للأسف هناك مطامع لأطراف خارجية هو داخل يحققها، وده يمكن اللي بيفسر التهاون والتراخي لأطراف في المجتمع الدولي مش عايزة تواجهوا المواجهة الحقيقية التي يجب أن تكون على الأرض الليبية. الهدف الاستراتيجي احنا عندنا دلوقتي مصر أنشأت منتدى غاز شرق المتوسط، هو المنتدى ده قلقه جدا جدا وعايز يضربه بطعنة نجلاء في ظهره، فرايح علشان ياخد الغاز الليبي وأيضا يضرب التجمع اللي مصر عملته المنصة بتاعت الغاز في شرق المتوسط. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ماهر عزيز عضو المجلس العالمي للطاقة، شرفتنا ونورتنا، شكرا لحضرتك يا فندم. بشكر أيضا كل السادة المشاهدين، وإن شاء الله أشوفكم في مواجهة جديدة يوم السبت القادم. أما بكرة فهتكون معاكم إن شاء الله زميلتي لما جبريل. استنوا